السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكون اموركم بخير. كدايرين مع الشتاء؟ احنا تبارك الله كانت عندنا الشتاء اليومين، تبارك الله تقول بحال رجع تاني فصل الشتاء. يمكن بيدير معنا يعني بيتصيفط معنا، بيقول لنا بسلام عليكم. المهم ندخل الموضوع. انا اليوم دايرين غدانا الحوت، وغادي ندير مع رفق معاه الرز. بغيت نوريكم الطريقه ديال الرز هنايا، الطريقه ديالهم كيرفقوها مع انواع الحوت، مقلي مشوي كيف ما بغيتي. المهم انا قلت نوريكم الطريقه ديال الرز هنايا، تجي زوينه يعني، زوينه صراحه، جربوها ان شاء الله تعجبكم. نبداو على بركه الله. نديرو الزيت اللي فيها مراحل ديالها، ما غنقولها لكم ديريكتومون. نديرو الزيت تسخن، نحطو معها عود ديال القرفة مع الزيت، ونحطو معها هاد ما عرفش شنو سميتها، يمكن نويويرا، ما عرفش شنو سميتها بالمغربية. المهم هنا كيقولوا ليها حتى هنا نسيتها، حتى هنا نسيت سميتها، ما عرفش شنو سميتها، ما عرفش شنو كيقولوا ليها، ما نعرف. وهاد الخضرة هادي، المهم هاد الجوج الا عرفتهم البنات، انا بعدا مشات لي السميه ديالهم، ما عرفتش شنو سميتهم. المهم كنحطو منهم شويه هكايا، كيسخن الزيت. هادشي كي ملي كتحسي بالزيت سخن كيكون كيتقلى، كتسمعي به، كتسمع ان هادو كيتقلى وكي بحال كيتفرقعوا. المهم عندكم البنات ما تقربوش العافيه للنار هكايا، لا تفرقع عليكم ولا شي حاجه. انا غادي نجيب حدايا الغطا احتياطي. صافي من كتسخن الزيت كندير الكونديره بصله. انا على قدي يعني هاد المقدار ديال تقريبا كاس ونص ديال الرز، فيها بصله يعني محترمه، بصله كبيره مشلضه. تنديرها هي الاولانيه هنايا، هي صافي بدات كتسخن الزيت، بدا كيسخن هادو. بغيت انا هادو ينسمو، هادو عطوني يعني نقليهم في الزيت هكايا باش يعطوني تطلقوا ديك النسمه ديالهم. كاين هنا اللي كيحطهم في الاخر بعد ما كيديروا البصله، انا كنديرهم من الاول قبل ما كنحط البصله باش يعطوني هذيك الريحه ديالهم، ديك النكهه ديالهم، كتجي زوينه وكتجي رائعه. دائما انا عندي اختلاف يعني، عند يعني هذه الطريق، هذا هو الرز ديالهم. في اي اكله كتلقاو عندي انا دائما اختلاف يعني، كنزيد من عندي يعني كطبق اساسي اشنو هو، ولكن اشنو كنزيد فيه انا، شنو كنقص منه. هنايا بدات سميت هذه القرفه بدات كتحل، ها هي، وهادو كيبقاو كيتقلاو. المهم قلت لكم كاس ونص ديال الرز، فيها بصله تكون كبيره شويه مشلضه، هي اللي غنحطوها دابا. غنحطوها هنا حتى تتحمر مزيان، ماشي تحرق، تحمر. المهم غتبقاو معايا حتى نوريكم الطريقه. هاي بدات، ردوا البال البنات اللي كنتو كديروا هاد الطريقه هادي، ما تقربوش وجهكم الجميله ولا الحله اللي كطيبوا فيها. كاين اللي كيدير الورق اللورو اللي هي سيدنا موسى حتى هي، انا ما كنديرهاش في الحوت السمك، كنديرها الا كان في الدجاج هكايا، ولا كان سمك الفيلي داك لاس. اوبس، هانتوما سمعتوا البنات، انا غادي نغطي، لان غادي نغطي والريحه ما نقول لكمش، ريحه زوينه فاش كتقليهم في الزيت كتكون ريحه زوينه. تقريبا صافي طرطقوا تقريبا كلهم طرطقوا. هنا في هاد الاثناء كنجيبو اش كنجيبو بصله. بسم الله، ترجمة
نبقى نشحرو نقلو في البصلة حتى تتولي حمرة، ما تحرقوهاش ماشي محروقة ولكن تكون حمرة بحال الكراميل. هذاك هو السر ديال الرز ديال هنا ديال الحوت ديال السمك، ملي كتحطي فيه الرز كيكون حمر كيتحابو. واش دايرين فيه؟ انا فاش اول مرة شفتو كنقول يمكن دايرين فيه مطيشة الطماطم، دايرين فيه شي حاجة، مي هي طريقة انهم كيبقاو كيقلو في سميتو في البصلة حتى تولي بحال الكراميل. ومن بعد كنحيدو هاد القرفة هادي، ما نخليوهاش كنحيدوها. المهم ملي كتكون يعني كتحمر كتقلى هاد البصلة مزيان تتولي حمراء، ماشي كنحكوها، كنزيدو عليها الماء ما عادي نمرو بيني ماشي سخون. داك فاش كنحطو هذاك الماء هو داك لاكولور اللي كيولي في الماء، ملي كنحطو عليه الرز هو اللي كيولي فيه هذاك اللون البني الكراميلي. المهم نبقى هكا هي حتى وكان يولي حمر، ونوريه لكم فاش غادي يحمر. ها هو البنات، ماشي محروق، ماشي محروق ولا بحال الكراميل. هاد الاثناء غادي ندف عليه الماء، انا دايره قد هذه ديال هاد الجبانيه هادي قدها رز، دونك غادي ندير وحده ما معادي من روبيني حيت دايره البصله غادي ندير غير وحده وربع، لان البصله مازال كتطلق الماء، حتى انا خاصني الماء في الاخر غادي نشوف اذا كان خاصو الماء غادي نزيدو الماء. غادي نحيد هاد عندي هنا بصله مقطعه بصله سميتها فلفله مقطعه قطع صغورين، كنزيدها اختياري هنا، ماشي الأغلبية كيديرها، ماشي الأغلبية. وأنا عندي كان عندي ديجا كنت دايره الكالامار أو الكاليماري اللي كيقولوا لي كاليماري هنايا، كنت غسلاه محيده ليه هادو، كنخليهم هاد اللعيبات التوشيات هادو كنت محيداهم خليهم كنخبيهم الا بغيتهم في الطنجره في الرز ولا كنديرهم في البيتزا ولا شي حاجه بحال هكايا، غادي نخلطها. هادي اختيار ما كيديروهاش، انا كنزيد هادي ولا كنزيد الكروفيت اللي عندي، لانه هو طبق اليوم ديال الحوت كندير الرز فيه من فواكه البحر، يا الكروفيت اللي هو الجمبري كيقول لي هنا جمبري، يا هاد الكاليماري يعني. غادي نخليها تغلي، وغادي نزيد الملح، نزيد الملح على حسب الذوق. ذوقوا البنات، الا كان خاصكم الملح تزيدوها من الاول. خاصه شويه كنكون انا غسله منظفه الرز في هاد الوقيته وغسله وكيتصفى، باش غير يغلى هاد البصله، دخلت البصله وهاد الفلفله
والكاليماري اللي هما كيقولوا لنا كاليماري الكالامار، ونضيف عليهم هذاك الرز. شوية ديال الكمون، شوية ماشي تكثروا، يعني راس معلقة، راس معلقة، راس شوية ديال بزار فلفل أسمر. اللي كيبغي الحرور يدير الحرور البنات، اللي كيبغي يعني الدنيا تكون حارة هنايا يدير الحرور. أنا كناكلش الحرور راجيته وما كياكلوش، شوية يعني ما كنبغيش بزاف. اللي بغي يدير الحرور لان الشطه يعني الفلفله حاره يديرها بلاصه هاد الفلفله هذه الخضراء اللي هي تتكون عاديه ماشي حاره، يدير فلفله نيت تكون حاره بلاصه هاد سميتو. صافي كتغلي، ملي كتغلي كنحط فيها الرز. ها هو البنات يعني غلات، غادي نحط هذا الرز اللي ديجا انايا غسلاه ومصفياه. صافي غنغطي عليه طيب ان شاء الله نوريكم الطبق في الاخر كيفاش يجي. نقصوا عليه ملي كيكون نحط الرز نخليوه يغلي، ملي كيغلي تنقصوا عليه، نقصوا عليه على خاطرو تبع على خاطرو غير يغلي، نحيد هاد اللي كيضايقوا هادو باش يجي ملي كتبغي تحط الطبق يكون فيهم يحيدهم، ماشي مشكل ما كيضايقهمش بحالي انا كنخليهم كنبغي ناكلهم، يعني كيجي واحد لوكو فيهم زوين يخليهم. هنا كيبدا تيغلي، ملي كيغلي كتنقصي عليه على مهل، تكون النار مهيله على الاخر بحال هكا تخليه يطيب على خاطر. المهم منين يطيب غنوريكم الطبق الاخر. وهذا البنات هو الطبق ديال الرز، انا كيقول لي الرز صياديه، جربوه ان شاء الله وكتبوا لي في التعليقات كيفاش جاكم. انا رافقتو كيف قلت لكم دايرين اليوم وجبه السمك، انا السمك شاويه غير في الفران غير بالطريقه عاديه ديال الفران. ها هو صافي. المهم هذا كيدار مع السمك المشوي، سمك المقلي، يعني اي سمك ماشي مشكله تدار معاه. جربوه بغيتو يعني يعني في المغرب حنا اغلبيه كنتناولوا سمك فوسط منه الرز وكناكلو بالخبز. جربوا هاد المره، جربوها ممكن يعجبكم بالطريقه ديال هاد السمك بدل الخبز مع الرز، هذا رز الصياديه. نتمنى الفيديو يعجبكم، ومن هنا الفيديو الاخر ان شاء الله نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلامه.